بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا أولاد هنتكلم على muscles of the front of the forearm. هنتكلم على muscles of the front of the forearm. قال لي أول حاجة الـ muscles بتاع الـ front of the forearm متقسمين لـ two groups: superficial muscles and deep muscle. مجموعة سطحية ومجموعة deep. تعالوا كده نشوف superficial muscles. قال لي superficial muscles يا دكتور عبارة عن ايه؟ قال لي اول واحدة اسمها pronator teres، وبعد كده flexor carpiradialis، palmaris longus، flexor digitorum superficialis، flexor carpi annaris. اهو من قدامي اول muscle عندي اسمها pronator teres، وبعد كده flexor carpiradialis، وبعد كده palmaris longus، وبعد كده muscle اسمها flexor digitorum superficialis، واخر واحدة most medial بسميها فليكسور كاربي انيرس. قال لي المصل دي كلها لهم حاجه اسمها كومن فليكسور اورجن، طالعين من الفرونت اوف ميديال ايبيكوندايل، يعني لهم اورجن مشترك فرونت اوف ميديال ايبيكوندايل. رقم اتنين يقول لي كلهم سبلايد بالميديان نيرف، كلهم سبلايد بعصب اسمه الميديان نيرف، هو اللي انا بشاور عليه الاصفر ده، ده الميديان نيرف. اللي جنبيه ده البريكيال ارتري، ده شريان اللي جاي يدخل هنا. يبقى كلهم سبلايد بايه يا اولاد؟ بالميديان نيرف، ما عدا الماسل اللي انا بشاور عليها الموست ميديال دي اسمها فليكسور كاربي انيرس. طيب الدايجرام اللي هنا دي بتوري لي الموفمنت اللي هتحصل عند الريست والريديو النر جوينتس بتاعتي. قال لي لا اما هيحصل فليكشن زي ما انا شايف كده، ها ده الحركه دي اسمها ايه؟ فليكشن يا دكتور. طب للخلف كده يبقى اسمها اكستنشن، تمام. طيب لو انا خليت ايدي تميل ناحيه الصنب الصباع الكبير بتاع الهان يبقى اسمها راديال ديفيشن او ابدكشن. طب لو ميلت ايدي كده ناحيه الليتل فينجر الصباع الصغير اسميه النر ديفيشن او ادكشن. طيب لو انا لفيت الفور ارم للداخل ميديال روتيشن اسميها برونيشن، لو عملت لفيت الفور ارم لبره يبقى لاترال روتيشن اسميه سوباينيشن. اسميه سوباينيشن. في السوباينيشن الاقي الانتيريور سيرفيس اوف ذا فور ارم دايركتد كده انتيريور، تمام. في حاله البرونيشن الاقي الدورسم هو اللي عاد دايركتد انتيريور، الدورسم بتاع الفور ارم يبقى خلفيه الفور ارم هي اللي اصبحت لقدام في حاله البرونيشن. ماشي يا اولاد نكمل. اول مصل عندي يا دكتور اسميها البرونيتور تيريس، هبدا بيها اهيا. يقول لي ليها تو هيدز، هيومرال هيد والنر هيد. الهيومرال هيد طالع منين يا دكتور؟ يقول لي من الكومن فليكسور اورجن والميديال سوبرا كوندايلر ريدج. الحته اللي فوق الميديال كوندايل دي بسميها ميديال سوبرا كوندايلر ريدج. يبقى من الميديال سوبرا كوندايلر ريدج والكومن فليكسور اورجن اللي انا لسه قايل عليه فرونت اوف ميديال ايبي كوندايل. يبقى الفرونت اوف ميديال ايبي كوندايل هو بقول عليه كومن فليكسور اورجن. ليه كومن فليكسور اورجن؟ عشان هيدي ل العضلات بتاع السوبرفيشال ماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم. طيب الالنر يقول لي من الميديال اسبيكت اوف كورونويد بروسيس، ميديال بوردر اوف كورونويد بروسيس. الانسرشن هتبقى انسرتد فين؟ اسمها برونيتور، تبقى انسرتد في البرونيتور تيوبروستي، او احيانا يقول لي في الماكسيمم كونفكسيتي اوف ذا لاترال اسبيكت اوف ذا ريديوس. كل الكلام ده هو ايه يا اولاد؟ هو بقول برونيتور تيوبروستي. طيب النيرف سبلاي بتاع المصل دي قلنا ميديان نيرف لان كلهم بالميديان نيرف ما عدا الفليكسور كاربي انارس. الاكشن بتاع المصل، مصل معديه على الفرنت بتاع الالبو يبقى تعمل لي تساعد في الفليكشن، اسمها برونيتور تيريس يا دكتور، يبقى تعمل لي برونيشن اوف ذا فور ارم. تجيب كده الريديوس اكروس ذا النا، تشد الريديوس تجيبها فوق النا، يبقى تعمل لي حاجه اسمها ميديال روتيشن اوف ذا فور ارم اللي بسميه ايه؟ برونيشن. المصل اللي بعد كده يا اولاد اسمها فليكسور كاربي رادياليس، تمام. طالعه من الكومن فليكسور اورجن يا دكتور اللي هو فرونت اوف ميديال ايبيكوندايل، وانسرتد فين؟ في البيز اوف سكند اند ثيرد ميتا كاربال بون، تمام. الاكشن بتاعها ويك فليكشن عند الالبو، وهنا فليكشن برضو عند الريست، وتعمل راديال ديفيشن لو شغلتها مع الاكستنسور كارباي رادياليس اللي ورا. يبقى هلاقي في زيها ماسل موجوده على الباك بتاع الفور ارم، لما يشتغلوا مع بعض يعملوا ايه؟ راديال ديفيشن اوف ذا هاند او ابدكشن.
ابدكشن. النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ ميديان نيرف. النيرف سبلاي ميديان نيرف. امال المصل دي اسمها ايه؟ فليكسور كارب انارس. طالعه منين يا دكتور؟ يقول لي طالعه من الكومن فليكسور اورجن، وطالعه كمان من الانا، من البوستيرور بوردر بتاع الانا. الانسرشن بتاعها يا اولاد هي ماسكه هنا فين؟ في حاجه اسمها في البيزو فورم، واحدة من الكاربال بون، بس نوعها يا دكتور سيسامويد بون. الكاربال بون يا ولاد النوع الأساسي بتاعهم إيه؟ يقول لي النوع الأساسي بتاعهم شورت بون ما عدا البيزي فورم. البيزي فورم سيسامويد بون، ومنها السيسامويد بون دي عشان بتبقى انبيدد في التندون بتاع الفليكسور كارب النارس، يطلع كده يكمل في تروح تكمل تمسك في البيز بتاع الفيفس ميتا كاربال، وتكمل في الهوكوف هاميت، واحده من الكاربال بون برضو. يبقى ده كده الانسرشن بتاع الفليكسور كارب انيرس. النيرف سبلاي بتاعها يا اولاد يقول لي الالنر نيرف، دي الوحيده اللي مش واخده من الميديان نيرف. ده بالاكشن بتاعها فوق، بتساعد في الفليكشن عند الالبو، تحت بتساعد في الفليكشن عند الريست، ولو اشتغلت مع الاكستنسور كارب انيرس العضله اللي قصادها ورا على الباك بتاع الريست يعملوا لي ايه؟ ها، النر ديفيشن او ادكشن. النر ديفيشن او ادكشن، تمام يا دكاترة. هنا تاني بيوري لي حركة الفليكشن يا ولاد، تمام كده. الفليكسور كارب رادياليس تعمل لي ايه؟ بتساعد في الفليكشن، وبتعمل لي راديال ديفيشن او ابدكشن. راديال ديفيشن او ابدكشن. المصل اللي بعد كده يا ولاد اسمها بالمارس لونجس، طالعه من الكومن فليكسور اورجن فرانت اوف ميديال ابيكوندايل، وانسرتت فين يا دكتور؟ يقول لي هي بتبقى لها جزء فليشي صغير اللي هو لحمه حمراء ديا، وتندون طويل، تمام يا ولاد. بتبقى انسرتت فين؟ يقول لي السوبرفيشال بارت من التندون رايح يكمل بحاجه اسمها بالمر ابنوروزس، والديب بارت من التندون يمسك في حاجه اسمها فليكسور ريتيناكلم. فاكرين كلمه الفليكسور ريتيناكلم يا اولاد؟ يقول لي الديب فاشيا بتبقى ثيكند عند الفرونت، مثلا الفرونت بتاع الريست والباك بتاع الريست، يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ ريتيناكلم. ريتيناكلم دي ثيكند فايبرس باند من الديب فاشيا، سواء عند منطقه الريست او عند منطقه الانكل تحت في القدم. فهو هنا التندون بتاعي انسرتد فين؟ بيقول لي انسرتد في الفليكسور ريتيناكلم، وانسرتد في البالمر ابونوروزس. والبالمر ابونوروزس ده برده كان جزء منين؟ بيبقى ثيكننج من الديب فاشيا، شكله تريانجولر، موجود في منطقه الايه؟ البالم بتاعتي، تمام. طيب النيرف سبلاي بتاعها الميديان نيرف، الاكشن بتاعها ويك فليكشن عند الالبو وويك فليكشن عند الريست. طيب المصل دي مهمه جدا، لها تندون طويل. احيانا يا ولاد هي المصل دي مي بي ابسنت، مش موجوده، ممكن تبقى مش موجوده عند بعض الناس. لو هي موجوده وكان حد حصل له انجري في بعض التندون اللي هي المهمه، زي التندون مثلا بتاع عضله هناخدها بعد شويه اسمها فليكسور بولشس لونجس مثلا، وليكن تندم اللي بتحرك الصباع الكبير بتعمل له فليكشن، ممكن يحصل فيه انجري بستاب ووند او اي انجري بمثلا حاجه جلاس انجري، زجاج عور ايدك ولا حاجه. فاحيانا بناخد التندم بتاع البلمارس لونجس، تمام كده يا دكتور، ونعمل بيه جرافت للانجرد تندون اللي مهم، يعني ناخد جزء من التندون ده ونروح نعمله فين؟ نزرعه في التندون اللي حصل فيه المشكله. طيب الاكشن بتاعها زي ما قلت كده يا اولاد، ويك فليكشن عند الالبو، ويك فليكشن عند الريست، بتعمل لي تنشن للبالمر ابونوروزس او تايتنس للبالمر ابونوروزس، بتشد البالمر ابنوروزس يا اولاد، عشان البالمر ابنوروزس ده يحمل الاستراكشرز اللي موجوده ديب لو في منطقه الهاند، الفيسلز والنيرفز والتندونز، الاوتار اللي معديه ديب لو. طيب المصل بعد كده يا اولاد اللي اسمها فليكسور كاربي انارس اهيا، تمام. الاورجن بتاعها قال لي ليها حاجه اسمها هيومرال هيد كومن فليكسور اورجن، وحاجه اسمها النر هيد، الميديال سايد اوف ذا اوليكرينون بروسيس، والبوستيرور بوردر بتاع الالنا. الانسرشن بتاعي ماسكه في البيزو فورم، ومن البيزو فورم تكمل لحد البيز اوف فيفس ميتا كاربال والهوكوف هاميت، تمام. النيرف سبلاي النر نيرف، اسمها النارس يبقى النر نيرف، ماشي يا دكاتره. الاكشن بتاعي يا اولاد بيقول لي الانارس دي بتعمل ايه؟ بتعمل فليكشن عند مستوى الريست، وبتعمل النر ديفيشن. النر ديفيشن او اب او ادكشن،
ادكشن، مش يا اولاد يعني تقرب تلف كده الهاند تبقى ناحية الميديال سايد. ماشي، الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس يا اولاد يقول لي طالع تو هيدز، حاجة اسمها هيومر والنر هيد، هيومر والنر، اليومرس من الكومن فليكسور اورجن، والالنر يبقى طالع منين؟ من الميديال بوردر بتاع الكورونويد بروسيس، وبعد كده حاجة اسمها راديال هيد، الانتيرير اوبليك لاين اوف راديوس، و ده كده بالنسبة للأورجن بتاع المصل. الانسيرشن يقول لي انسيرتد بي فور تندون، أربع أوتار زي ما أنا شايفهم كده، يوصلوا لمين؟ للميديال فور فينجر، للأربع أصابع القريبين، ما لهمش علاقة بالثمب الصباع الكبير. طيب كل تندن فيهم يبقى سبليتد يا ولاد، يتقسم كده لتو سليبس، لكل تندون يتقسم كده لتو سليبس، ليفتين كده يا ولاد او تو باندلز، حزمتين يروح يمسكوا فين؟ في السايدز اوف ذا فرونت اوف ذا ميدل فالانجيز، يبقى العقل الوسطانيه يمسكوا كده في جناب العقل الوسطانيه تمام من قدام. ماشي يا دكاتره، يبقى ماسكين في الميدل فالانجيز، يبقى كل تندون يتقسم. ليه كل تندون يتقسم يا اولاد؟ عشان التندون بتاع العضله اللي ديب ليها اللي اسمها فليكسور ديجيتورم بروفاندس، بروفاندس يعني العميقه، التندون بتاعها هيعدي ما بين التو سليبس دول، ما بين في الفتحه اللي ما بين الوترين دول كده يا دكاتره. ماشي يا اولاد، النيرف سبلاي بالنسبه للمصل دي الميديان نيرف، ميديان نيرف الاكشن بتاعها المصل دي معديه على الفرونت بتاع الالبو، ويك فليكشن عند الالبو تمام، ها بتعمل لي فليكشن عند الريست جوينت، فليكشن للميديال فور فينجرز على مستوى الميتا كاربو فالنجيال والبروكسيمال انتر فالنجيال جوينت، يبقى هنا وهنا بس يا اولاد، ما بتوصلش، هاز نو اكشن على الديستال فالنجيز اوف ميديال فور فينجر، ملهاش علاقه بيهم. ملاحظين عمال اقول فليكشن اوف ذا الب، كل تقريبا المسلز اوف ذا فرونت اوف superficial muscles of the front of the forearm بيعملوا فليكشن عند الالبو، بس ويك فليكشن. مين المين فليكسور اوف ذا الالبو جوينت؟ از براكيالس ماسل. شوف بنعيد ونزيد فيها، براكيالس ماسل. ديب ماسلز اوف ذا forearm يقول لي الديب ماسلز يا اولاد عباره عن 3 ماسلز، اثنين لونجيتيودينال بالطول، واحده ها هنا اسمها فليكسور بوليشس لونجس اللي موجوده على اللاترال سايد ريليتد للريديوس فسماها فليكسور بوليشس لونجس، راح للثمب تمام كده، والمصل الثانيه اللي موجوده على الميديال سايد اسمها فليكسور ديجيتورم بروفاندس، فليكسور ديجيتورم، ديجيتورم يعني راح للديجيتس، راح للاصابع، برضو ليها فور تندون، ومصل هنا جايه تحت هنا تحتيهم يا اولاد بالعرض اسمها ايه؟ اسمها برونيتور كوادريتس، برونيتور يعني هتعمل برونيشن، وكوادريتس يعني شكلها كوادريلاترال مربع. تعالوا كده شوفهم، اول ماسل عندي الفليكسور ديجيتورم بروفاندس يا اولاد، الاورجن بتاعها يقول لي طالعه منين؟ يقول لي طالعه من الفرونت بتاع الانا تمام كده، والانتر اوسيس ميمبرين، والميديال سايد بتاع الكورونويد بروسيس، والميديال بوردر بتاع البوستير بوردر بتاع الان، واخده كذا مكان، بس سيمبلي ممكن تقول لي طالعه من الفرونت بتاع الانا والانتر اوسيس ميمبرين. طيب الانتر اوسيس ميمبرين اللي هو بيكونكت الانا بالريدياس يا اولاد. طيب لو ما اجي اقول لك الانسيرشن بتاع المصل، تقول لي المصل لها فور تندون عشان تروح تمسك في البيز اوف تيرمينال فالانجيز اوف ميديال فور فينجر، يبقى هي هنا بتوصل كده، هتعدي ازاي يا دكتور؟ قال لي ان هي الاوتار بتاعتها اللي هم الفور تندون يعدوا بتوين السليبس اوف فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس كانوا بيمسكهم عند الميدل فالانجيز تمام كده، لكن دول يوصلهم للتيرمينال فالانجيز. النيرف سبلاي يا اولاد يقول لي الميديال هاف من المصل سبلايد بالالنر نيرف، واللاترال هاف سبلايد بحاجه اسمها انتيريور انتر اوسياس نيرف. النيرف اللي اسمه انتيريور انتر اوسياس ده برانش من الميديال نيرف، يبقى فرع جاي من الميديال نيرف يا شباب، هو اللي هيغذي الديب جروب اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم. طيب النقطة المهمة سميناه anterior inter osseous عشان هو ماشي قدام الانتر osseous membrane، ماشي قدامه يبقى سميه anterior inter osseous nerve، هيغذي مين؟ هيغذي اللاترال هاف من الفليكسور ديجيتورام بروفاندس، فليكسور بوليشس لونجس، والبرونيتور كوادريتس، اكسبت الميديال هاف قلنا سبلايد بالالنر نيرف، يبقى الالنر نيرف هنا يا اولاد ادى نيرف سبلاي لعضله ونص، واحده اسمها فليكسور كاربي انيرس من السوبرفيشال جروب، والميديال هاف اوف فليكسور ديجيتورام بروفاندس.
الاكشن بتاعي يا اولاد هتعمل لي ايه؟ تعمل لي ها فليكشن على مستوى الريست، وتعمل لي فليكشن للميديال فور فينجر للاول فالانجيز، لكل العقل فالانجيز اللي هي العقل مفردها فالانكس. تمام كده يا دكاتره؟ الفليكسور بولشس لونجس يا اولاد، العضله اللي قدامي دي اسمها فليكسور بولشس لونجس، كلمه بولشس اللي هي صنب باللاتيني. تمام كده؟ يقول لي واخده اورجن منين؟ يقول لي من الفرونت بتاع الريديوس والانتر اوسيس ممبرين. يبقى دي الفليكسور بولشس اورجن من الريديوس والانتر اوسيس. طيب الفليكسور ديجيتورم بروفاندس من الالنا والانتر اوسيس ممبرين. طيب الانسيرشن يقول لي ان التندون بتاعي يوصل للبيز اوف تيرمينال فالانكس اوف ذا ثامب، توصل للعقله الاخيره في الصباع الكبير للصم. طيب النيرف سبلاي بتاعها انتيريور انتر اوسيس نيرف اللي هو برانش من الميديان نيرف. طيب الاكشن بتاعها يا اولاد تعمل لي ايه؟ تعمل لي هنا فليكشن عند الريست. تمام كده يا دكاتره؟ وتعمل لي فليكشن للاول فالانجيز اوف ذا ها اوف ذا ثامب، تعمل فليكشن لكل العقل بتاع الثامب. ماشي؟ المصل اللي بعد كده اسمها برونيتور كوادريتس اللي قدامي دي، عضله شكلها مربع. تمام؟ طالعه واخده اورجن من اللور وان فورس اوف ذا فرونت اوف ذا انا، وانسيرتد في اللور وان فورس اوف ذا فرونت اوف ذا ريديوس. يبقى ده الانسيرشن بتاعها في الريديوس من قدام، وده الاورجن بتاعها في الانا من قدام. يبقى الاورجن من الانا والانسيرشن في الريديوس. طيب والفايبرز ماشيه بالشكل ده يا اولاد كده، يبقى دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي برونيشن، اسمها برونيتور كوادريتاس تعمل برونيشن. النيرف سبلاي بتاعها اللي هو الانتيريور انتر اوسيس نيرف، انتيريور انتر اوسيس نيرف. الاكشن بتاعها يا اولاد برونيشن. كمان حاجه ان هي عامله زي الحزام اللي هو بيقول لي بايند ذا ريديوس اند انا توجيزر، بيربط التو بونز بتوع الفور ارم مع بعض. برضو كده ريفيجن سريع على البونز بتاع الفور ارم، انا عندي فيه تو بونز موجودين في الفور ارم، واحده اسمها النا موجوده على الميديال سايد، واحده اسمها ريديوس موجوده على اللاترال سايد. لما اجي اسالك اقول لك النا تبقى عارف اسمها النا، رقم 2 مكانها فين، موجوده في الفور ارم على الميديال سايد، رقم 3 نوع البون دي لونج بون، رقم 4 الجوينتس اللي ريليتد للبون دي، تقول لي يا دكتور ريليتد للالبو جوينت فوق وده نوع ساينوفيال يوني اكزيال هنج، عامل زي مفصلت الباب بيسمح بفليكشن واكستنشن. رقم 2 ها ريليتد لانهي جوينتس كمان، يقول لي في جوينتس ما بينها وما بين الريديوس السوبيريور والانفيريور ريديو النر جوينتس. تمام كده يا اولاد؟ ودول نوعهم ايه يا دكتور؟ تقول لي نوعهم ساينوفيال يوني اكزيال بيفوت، لانهم بيسمحوا بروتيشنال موفمنت بحركه دائريه. ماشي يا دكاتره؟ طيب ما بتشاركش في الريست جوينت يا اولاد عشان اللور اند بتاع النر هنا كده بيبقى سيباريتد من الريست يا دكاتره بايه؟ بديسك اوف وايت فايبرو كارتليج. يبقى في قرص غضروفي هنا في المكان ده بيفصل اللور اند بتاع الانا من الكاربال بون هنا. تمام؟ يبقى هي ما بتشاركش في الريست بتاع، ما بتشاركش في الريست جوينت في مفصل الرز. طيب الريديوس تقول لي دي ان ايه يا دكتور؟ تقول لي الريديوس نوعها لونج بون، مكانها فين؟ مكانها في الفور ارم بس على اللاترال سايد. رقم 3 الجوينتس اللي ريليتد ليها تقول لي فوق بتشارك في الالبو جوينت اللي هو ساينوفيال يوني اكزيال هنج، بتشارك تحت في الريست جوينت اللي هو ساينوفيال باي اكزيال شكله ايه؟ اليبسويد، عشان له تو اكسسيز بيشتغل عليهم، يعمل فليكشن واكستنشن ويعمل ها ابدكشن ويعمل ادكشن. تمام كده يا اولاد؟ يبقى ده بنسميه ساينوفيال باي اكزيال اليبسويد، شكله اليبسويد يعني بيضاوي. طيب رقم النقطه الاخيره يا دكاتره، كمان في جوينتس ما بينها وما بين الانا اللي هو السوبيريور والانفيريور ريديو النر جوينتس، نوعهم ايه؟ ساينوفيال بيفوت. السوبيريور والانفيريور ريديو النر جوينتس هم دول اللي مسؤولين عن البرونيشن والسوبينيشن يا اولاد. نقطة مهمة جدا، مسؤولين عن ايه؟ السوبينيشن والبرونيشن. لما اجي اقول لك منشن جوينتس ريسبونسبل فور ذا برونيشن اند سوبينيشن، تقول لي سوبيريور اند انفيريور ريديو النر جوينتس، اقول لك التايب بتاعهم ايه؟ تقول لي دول ساينوفيال يوني اكزيال بيفوت تايب، بيفوت اللي هم بيعملوا روتيشنال موفمنت، روتيشنال حركة دائرية. ماشي يا دكاترة؟ نقطة مهمة. ايه الماسلز يا اولاد اللي مسؤولة عن البرونيشن؟ تقول لي يا دكتور ماسل لسه هندرسها هي اللي بتبدأ البرونيشن اسمها بريكيوراديالس. تمام كده؟ وتو ماسلز احنا سمعناهم دلوقتي، واحدة اسمها برونيتور تيرس، واحدة اسمها برونيتور كوادريتس. تمام؟ طب ايه الماسلز اللي بتعمل سوباينيشن يا اولاد؟ تقول لي برضو البريكيوراديالس هي اللي بتبدأ البرونيشن او السوباينيشن، يعني بقولها هنا واقولها هنا.
تمام، وخدنا واحده اسمها البايسبس، بس البايسبس تعمل سوباينيشن في حاله الفليكسد البو. امال مين اللي بيعمل سوباينيشن في حاله الاكستندد البو وانا فارد الابر لمب بتاعي؟ ماسل اسمها سوباينيتور ماسل. بعد كده يا اولاد في حاجه مهمه قوي اسمها ها فليكسور ريتيناكلم. يبقى هنا كده في حاجه اسمها فليكسور ريتيناكلم، يبقى عايزك تعرف ايه يا دكتور الفليكسور ريتيناكلم ده بيبقى جاي منين؟ يبقى احنا يا اولاد محتاجين نعرف الفليكسور ريتيناكلم ده رقم واحد الديفينيشن بتاعه، الاتاشمنت، الفانكشن بتاعته. ماشي يا دكاتره؟ يقول لي يا اولاد ان الفليكسور ريتيناكلم ده عباره عن ايه؟ يقول لي ده عبارة عن thickened band of the deep fascia. thickened band of the deep fascia، يبقى حصل thickening في الديب فاشيا، تخانة في الديب فاشيا اللي موجودة دي. الديب فاشيا هي اللي مغطية الفرونت بتاع الفور ارم، هنا حصل فيها تخانة شوية، حزمة حصل فيها تخانة شوية من الديب فاشيا. مكانها فين يا دكتور؟ in front of the ايه؟ of the carpal bones، يبقى موجودة قدام الكاربال بونز بتاعت. طيب الفانكشن بتاعت الفليكسور ريتيناكلم ده الهدف منها يا اولاد؟ تقول لي بتريتين الفليكسور تندون ان فرونت اوف ذا ريست، يعني او بتمنتين تعمل فيكسيشن للتندون اللي معديه من الفور ارم للهاند، بتثبتها في مكانها، بتعمل لي فيكسيشن اوف ذا فليكسور تندون ان ذير بوزيشن، بتثبت الاوتار دي في مكانها. تمام، عشان لما تيجي تعمل فليكشن يا دكتور ما يحصلش سبرينجنج اوي للتندون دي اوي فروم ذا ريست، تلاقي الاوتار كده هتنط من مكانها، فتبقى سهله ان يحصل فيها انجري او يحصل فيها مشكله او تمثل عائق قدامي وانا بحرك ايديا او بعمل اي فانكشن بالهاند في الوقت ده. ماشي يا اولاد؟ الاتاشمنت بتاعي يا اولاد بالنسبه للفليكسور تيناكلم يقول لي هو اتاشد ميديالي في حاجه اسمها ايه يا دكتور؟ في حاجه اسمها البيزي فورم والهوكوف هاميت. يبقى ماسك في البيزو فورم والهوكو فهميت. البيزو فورم قلنا تاني دي واحده اي من الكاربال بون بس نوعها ايه؟ سيسامويد، لكن بقيه الكاربال بون نوعهم ايه يا دكتور؟ نوعهم شورت. والهوكو فهميت هوك يعني خطاف، الهاميت دي عظمه ليها حاجه كده بروز بارز قدامها اسمه هوكو فهميت. طب لاترالي يا اولاد يقول لي ان هو الفليكسور ريتيناكلم بيبقى ديفايدد انتو تو لير، تمام، او سبليتد انتو تو لير، بيتفصل لطبقتين سوبرفيشال لير وديب لير. السوبرفيشال لير يا شباب يقول لي هتمسك فين؟ يقول لي بتمسك في التيوبيركل اوف سكافويد والكريست اوف ترابيزيوم. يبقى هنا دي السكافويد بتمسك في التيوبيركل اوف سكافويد والكريست اوف ترابيزيوم، في حته هنا بارزه من الترابيزيوم بتمسك فيها، دي السوبرفيشال لير. امال الديب لامينا يا اولاد او الديب لير بتمسك فين؟ يقول لي ماسكه في الميديال ليب اوف جروف اون ترابيزيوم، يبقى يقول لي ماسكه هنا في المكان اللي انا بشاور عليه ده يا دكتور. يبقى تاني اجيب بسرعه الاتاشمنت بتاع الفليكسور ريتيناكلم، يقول لي ميديالي اتاشد للبيزي فورم والهوكوف هاميد، لاترالي يقول لي سبليتد انتو تو لاميني او تو لير سوبرفيشال لير اند ديب لير. السوبرفيشال لير يقول لي ماسكه فين؟ يقول لي ماسكه في الكريست بتاع الترابيزيوم والتيوبيركل اوف سكافويد، والديب ماسكه في ميديال ليب اوف جروف اوف ترابيزيوم. ماشي يا اولاد؟ ده بالنسبه للاتاشمنت. طيب ايه الاستراكشرز اللي بتعدي يا شباب سوبرفيشال للفليكسور ريتيناكلم؟ يقول لي اللي بيعدي سوبرفيشال حاجه اسمها الالنر نيرف، بعد كده في حاجه اسمها النر ارتري، يقول لي بالمر كيوتينيوس برانش اوف النر نيرف، في التندون بتاع البالمارس لونجس بالمر كيوتينيوس برانش اوف ميديان نيرف. الحاجات دي يا اولاد تعرفها زي اسمك، الاستراكشرز اللي انا قلتها دي بتعدي سوبرفيشال يعني بتعدي فوق الفليكسور ريتيناكلم، يعني تحت الجلد مباشرة. ليه يا دكتور؟ يعني دي يقول لك ان دي لو حصل مثلا على سبيل المثال انجري، مثلا كات ووند او اي حاجة عملت انجري في المكان ده، مين الاستراكشر اللي مور لايبل ان هي يحصل فيها انجري؟ الاستراكشر اللي معدية تحت الجلد، اللي معدية سوبرفيشال للفليكسور ريتيناكلم مثلا وليكن. لكن لما اجي اقول لك ايه الاستراكشر اللي معدية ديب تحتيه، معدية من تحتيه، تقول لي التندونز بتاع اللي هي الفليكسور تندونز اللي هتعدي اللي جايه من الفور ارم وراحه للهاند، تقول لي كمان نيرف مهم جدا اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه ميديان نيرف. يبقى الميديان نيرف بيعدي تحت الفليكسور ريتيناك. طب هو لايبل ان يحصل فيه انجري؟ ايوه لايبل ان ممكن يحصل فيه مشكله. ايه المشكله دي يا دكتور؟ ان ممكن يتضغط عليه. اللي هنا الجروب الثاني، ايه الاستراكشر يا اولاد اللي بتعدي
ديب للفليكسور ريتيناكلم، ادي الفليكسور ريتيناكلم اهون، يقول لي كل الاوتار اللي جايه من الفور ارم هنا وراحه لمين يا اولاد؟ وراحه للهاند. ماشي يا شباب؟ يبقى التندون بتاع الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس والفليكسور ديجيتورام بروفاندس والفليكسور بولشس لونجس، الاوتار دي كلها. طيب وايه كمان؟ يقول لي النرف الاساسي بتاعي اللي انا عامله لك باللون الاحمر يعني بديك الارم، الميديان نيرف. اسمه ايه يا دكتور؟ ده اسمه ميديان نيرف اللي انا بشاور عليه. امال هنا الالنر ارتري والالنر نيرف معديين ايه؟ معديين سوبرفيشال، معديين من بره. تمام كده يا اولاد؟ نيجي الحاجه بعد كده يا دكاتره، يبقى احنا عرفنا الفليكسور ريتيناكلم حاجه مهمه جدا، استراكشر مهم، تمام؟ تبقى عارف الديفينيشن بتاعه، ثيكنينج اوف ذا ديب فاشيا، مكانه فين يا دكتور؟ ان فرونت اوف ذا كاربال بونز. الاتاشمنت بتاعه ميديا للبيزو فورم والهوكوف اميد لاترالي، يقول لي سبليتد انتو تو لاميني، سوبرفيشال لامينا ماسك في التيوبيركل اوف سكافويد وكريست اوف ترابيزيوم، الديب لامينا ماسكه في الميديا لاب اوف جروف اون ترابيزيوم. طيب ايه الاستراكشر اللي معديه سوبرفيشال؟ اللي هو النر نيرف والنر ارتري والماركيوتينيوس برانش اوف النر نيرف، ده فرع من النر نيرف هيغذي جزء في السنسيشن اللي موجود في موجود في الهاند يا اولاد. وبعد كده التندون بتاع البالمارس لونجس لو موجود، وبالمار كيوتينيوس برانش اوف ميديان نيرف هيغذي برضو سنسيشن في البالم. طيب ايه الحاجات اللي معديه ديب؟ تقول لي يا دكتور اهم ستراكشر ميديان نيرف ومعاه الفليكسورز، اللي هي الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس الاوتار بتاعتها، والتندونز بتاع الفليكسور ديجيتورام بروفاندس، والتندون بتاع الفليكسور بوليشس لونجس. يقول لي ان في تندون كده اللي هو الفليكسور كاربراديالس بيعدي من سبيشال كومبارتمنت في الفليكسور روتيناكلم زي ما انا بشاور عليه كده. يقول لي بيعدي فين يا دكتور؟ ما بين السوبرفيشال لامينا والديب لامينا اللي هم اتفتحوا يا اولاد، يبقى ما بينهم ده بيعدي في سبيشال كومبارتمنت لوحده. ماشي يا اولاد؟ طيب الكاربال تانل، لما انا يا دكتور جيت عملت هنا شديت هنا، ده اسمه الفليكسور ريتيناكل، ودول الكاربال بونز. الكاربال بونز يا اولاد اساسا الارنجمنت بتاعهم والارتكيليشن ويز اتش اذر، يعني هم مرصوصين وعاملين مفاصل مع بعض في شكل ارش، قوس، عاملين قوس اهو، ده كده قوس. طيب لما جيت شديت بقى الفليكسور ريتيناكل ربطته كده من فوق، حولت السبيس اللي هنا ده اللي قدام القوس لتانل لنفق. تمام كده؟ يبقى الكاربال تانل هو عباره عن السبيس بتوين ذا فليكسور ريتيناكلم and the concavity of the carpal bones. يبقى ده تعريفه، ده الكاربال تانل بتاعي. طيب الباوندرز بتاعته يا اولاد، يقول لي الروف معمول بالفليكسور ريتيناكلم والسايتس في الفلور معمولين بالايه؟ بالانتيريور سيرفيس اوف كارباس او الكاربال بونز. ماشي يا دكاتره؟ دي حاجه مهمه جدا. طيب ايه الكونتنتس بتاع الكاربال تانل يا اولاد؟ ايه اللي معدي فيه؟ احنا لسه قايلينهم اللي هيها الاستراكشرز اللي معديه ديب للفليكسور روتيناكل. بنعيد الكلام تاني بس بشكل تاني. المره اللي فاتت كنا بنقول ايه الاستراكشر اللي معديين ديب للفليكسور روتيناكل، من المره دي بقول ايه الكونتنتس بتاع الكاربال تانل، ايه الحاجات اللي معديه في النفق؟ اللي هم التندونز بتاع الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس والبروفاندس، والتندون اللي ماشي بتاع اللي هو الفليكسور بوليشس لونجس اهون، تمام، والميديان نيرف. بركز تاني، الميديان نيرف، لان الميديان نيرف ده لما هيحصل له كومبريشن وهو معدي تحت يتخنق هيعمل لي مشاكل في الهاند كتير. طيب نيجي لنقطه بقى مهمه، كلينيكال ابلكيشن كويس قوي، حاجه اسمها كاربال تانل سندروم. كاربال تانل سندروم، الكاربال تانل سندروم ده يا ولاد يعني ايه؟ يعني يقول لي كومبريشن اوف ذا ميديان نيرف ان ذا كاربال تانل، ان الميديان نيرف وهو معدي في الكاربال تانل يتخنق او يتحبس او اي حاجه تضغط عليه. طيب يبقى ده التعريف بتاع الكاربال تانل سندروم. طيب يا دكتور ايه اسباب الكاربال تانل يا دكتور؟ يقول لي اسباب الكاربال تانل يا دكتور اي حاجه هتعمل كومبريشن عليه جوه. لو جينا يا ولاد تخيلنا ان احنا عندنا نفق، اي نفق اللي العربيات بتعدي من تحتيه ده، النفق ده امتى اقول ان يحصل فيه مشكله؟ تقول لي والله لو الجدران بتاع النفق او السقف بتاع النفق او اي حاجه انهارت، تمام كده، او ان يحصل فيه حاجه معديه فيه تعطل، فبالتالي هتعطل بيه عربيه جايه معديه تحت النفق راحت عطلانه قفلت النفق، او النفق ده دايما بيبقى حاجه واطيه سبيس او تجويف، فبالتالي لو في المطره مطرت شويه ايه اللي يحصل يا شباب؟ الميه كلها تيجي تتجمع في النفق وتقفله. نفس الكلام عندنا بالظبط، هنطبقه على الكاربال تانل سندروم بتاعنا. ايه اللي ممكن يعمل كومبريشن على الميديان نيرف وهو معدي؟ يقول لي رقم واحد فراكشر او ديسلوكيشن، يحصل كسر او خلع في البونز بتاع الكاربال بونز، تمام، الجدران انهارت او اتخلعت من مكانها فعملت مشكله.
احنا خدنا قبل كده قلت لكم the common structure the carpal bone is scaphoid، تمام كده، كانت حاجه مهمه يا دكاتره. طيب the commonest dislocated carpal bone، اكتر واحده تتخلع من مكانها is ليونيت. طيب النقطه الثالثه، كل الكاربال بون نوعهم ايه يا دكتور؟ تقول لي نوعهم شورت بونز اكسبت واحده منهم، اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها البيزي فورم، نوعها سيسامويد بون، لكن الباقي بتاع الكاربال بون نوعهم شورت بون. الميتا كاربال بون والفلانجيس يا اولاد نوعهم ايه؟ شورت لونج بونز. طيب نكمل، يقول لي يبقى اول حاجه فراكشر او ديسلوكيشن في الكاربال بون. رقم اثنين التندونز، الاوتار بتاع العضلات اللي معديه تحت في النفق دي، قال لي لو حصل فيها ايه؟ لو حصل تينوساينوفايتس، التهاب في الاوتار دي، بالتالي هيحصل فيها اديما تورم، وبالتالي تعمل لي كومبريشن على الميديان نيرف. طيب الناس اللي عندها يا اولاد عندهم حاجه اسمها هايبوثايروديزم، عندهم نقص في افراز الغده الدرقيه، الناس الكبيره دي بيحصل لهم بيبقى عندهم في فلويد بتتجمع في الكافيتيز اللي في جسمهم، بنسميها حاجه اسمها ميكس ديما. ميكس ديما، يبقى في فلويد يجي يتجمع في الكاربال تانل، بالتالي المفروض ان المكان ده ما فيش فيه فلويد، فلو جه فيه فلويد يعمل كومبريشن على الاذر ستراكشرز اللي موجوده يضغطها. كمان بعض الناس زي الصوره اللي قدامي دي، الصوره دي واحد عنده روماتويد ارثرايتس، شايفين في ديسفيجرمنت في الهاند، الهاند شكلها في مشاكل وديفورمتيز تشوهات، ده هيعمل ايه برضه؟ هيعمل انفلاميشن، والانفلاميشن دي تعمل كومبريشن على الميديان نيرف. تمام، الصوره الثانيه دي بيوري لي ايه يا دكتور؟ بيوري لي الشخص ده عنده بافنج ليه في الايلتس، منفخه يعني منفخه زي ما انا شايف كده، ده بسبب ايه؟ هايبوثايروديزم. الحاله دي بنسميها ميكس ديما، بنسميها يا اولاد ميكس ديما. لكن بيجي في الاخر تاني ويقول لي ايه؟ يقول لي اكتر سبب في الكومبريشن بتاع الميديان نيرف، يقول لي ايه؟ ايديوباسيك انون ايتيولوجي، سبب غير معروف. احنا قلنا الاسباب المعروفه يا اولاد، بس يقول لي ممكن يكون ايديوباسيك. طبعا لو انا جيت اكمل لك اقول لك الكلينيكال بيكتشر بتاعتي او المانيفستيشن اللي المريض هيظهر بيها، طبعا الميديان نيرف يا شباب بيغذي جزء كبير من الهاند، يقول لي الميديان نيرف يا دكتور بيغذي اللي هو الفرونت بتاع الميديا اللاترال 3 اند هاف فينجر والباك بتاعهم، ماشي يا اولاد؟ تمام، فالسنسيشن هنا هتبقى افكتد، بالاضافه ان النيرف بيغذي مجموعه ماسلز هنا اسمهم ثينر جروب، العضلات اللي هنا بتاع الثامب، تمام، والفيرست والسكند لامبريك الماسل، يبقى هيبقى له موتور افكت وله سنسور افكت. بس دايما شكوه المريض يجي لك يقول لك ايه يا دكتور؟ يقول لك انا مش قادر امسك حاجه بايدي، انا في تنميل في ايدي باستمرار، الكلام ده كله. تمام؟ طيب يقول لي لو المريض ما اتعالجش ايه اللي يبدا يحصل فيه بعد ما كان بيشتكي بس بسنسوري مانيفستيشن، يعني تاثير يقول لك تنميل وحرقان في ايدي، يبدا يقول لك كمان ده ايه؟ الموتور باور بتاع ايدي بدات تتاثر، يعني القوه بتاع ايدي بدات رخرة هي رخرة تتاثر، فناخد بالنا من الموضوع ده. طيب التريتمنت يا شباب بتاعي بالنسبه لي الكاربال تانيل هيبقى في الاول في الغالب كونزرفاتيف تريتمنت او ميديكال تريتمنت على حسب الكونديشن. لو انا كان حصل عندي لا قدر الله فراكشر او ديسلوكيشن، هعمل مثلا فيكسيشن واعمل ريدكشن والكلام من ده، ارجع كل حاجه مكانها واثبت. ده لو كان حصل عندي تينوساينوفايتس التهابات، هدي له مضاد حيوي وانتي انفلاماتوري، حاجه مضاده للالتهاب والكلام من ده، وممكن ادي له كورتيكوسترويد احقنه مثلا. دي يبقى انا لو عنده حد عنده هايبوثايروديزم عنده ميكسيديما هدي له التروكسين، هديله سيروكسين هرمونز، يبقى انا بعالج السبب، يبقى اول حاجه تريتمنت اوف ذا كوز. تمام كده يا دكاتره؟ طب ليتر اون، طيب ما حصلش استجابه، ما فيش فيه ريسبونس، عالجت وما فيش ريسبونس، يبقى بضطر اعمل ايه؟ بعمل كاربال تانل ريليز، بقص الفليكس ريتيناكلم يا اولاد، واروح ايه؟ واروح سايبه يلتئم بحاجه اسمها سكندري انتنشن، اسيبه يرجع يلم لوحده، يعني ما بقفلوش بخيط، لكن بقفل السكين فوقه، يعني اقفل الجلد من فوقه بخيط واسيبه هو جوه يلم، يبقى انا لما قصيته اكن ايه؟ اديته براح شويه، فالحاجات اللي كانت مخنوقه جوه تاخد نفسها شويه، يبقى ده اسمه كاربال تانل ريليز. يبقى احنا في الاول بنمشي كونزرفاتيف وميديكال تريتمنت، ما جابتش نتيجه اضطر اعمل سيرجيكال انترفنشن، اعمل كاربال تانل ريليز. ماشي يا أولاد، شكرا جزيلا وأشوفكم على خير.